التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من الآية رقم 54 من سورة الأنعام إلى الآية رقم 59 من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى بالقراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا الذين يؤمنون بآياتنا فقل
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا
سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. لقضي الأمر بيني وبينكم،